سأل الذئب الكلب قائلا: يا ابن العم، كيف وجدت بني البشر؟ فقال الكلب: عندما يحتقرون إنسانا منهم يصفونه بالكلب. فقال الذئب: هل أكلت أبناءهم؟ قال الكلب: لا بالطبع لم أفعل. فقال الذئب: هل غدرت بهم؟ فرد الكلب: لا، الغدر ليس من طبعي. فقال الذئب: هل حرستهم من هجماتي عليهم وحميتهم مني؟ فقال الكلب: أجل، فعلت ذلك، حرستهم وحرست قطيعهم وحرست كل ممتلكاتهم. فقال الذئب: وماذا يسمون أبناء البشر الشخص الشجاع والذكي؟ فقال الكلب: أبناء البشر يشبهون الإنسان الذكي والشجاع بالذئب. فقال الذئب: ألم أنصحك من البداية بأن تبقى ذئبا معنا؟ فنحن الذئاب نبث الرعب في قلوب البشر، ونأكل قطيعهم ونخيفهم ونغدرهم مرارا، ويصفون أبطالهم بالذئاب، وأنت وفي لهم ويصفون الحقير بالكلب. عليك أن تعلم أن بني البشر يعشقون جلادهم ويهينون من يكون وفيا لهم.